سياسية وأمنية خطيرة، انفلات أمني غير مسبوق، كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة خارج الرقابة، جماعات إرهابية بمسميات وولاءات مختلفة، استفحال لظاهرة الاتجار بالمخدرات والتهريب. هي باختصار صور قاتمة لمشهد خطير يعكس واقعا مضطربا ميز الساحة الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، راسما تحدي جديد أمام جزائر كانت ولا زالت أرضا للصمود ورفض الانكسار. في 6 سنوات الأخيرة ونحن على مشارف 7 سنوات من جملة من المتغيرات الإقليمية التي أحدثت تغيير في طبيعة الخارطة السياسية وكذلك أفضت إلى مستجدات على مستوى كذلك التحولات الجيوسياسية، باعتبار أنه إقليميا نحن نتحدث على جملة من المخاطر وجملة كذلك من التحديات وجملة كذلك من الرهانات التي تفرض نفسها على الجزائر. هذه التهديدات المختلفة التي تعيشها منطقتنا العربية وخاصة المحيط القريب للجزائر قد تولد عن هذه الأزمة الأمنية، تولدت عنها عدة أزمات وتولدت عنها عدة تهديدات. بالمقابل كميات ضخمة محجوزة من الأسلحة المختلفة والذخيرة الحربية المتنوعة، كميات خيالية محجوزة من المخدرات، محجوزات معتبرة من المواد الاستهلاكية المختلفة، إرهابيون مقضى عليهم، أرقام تكاد لا تنقطع تتناولها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على اختلافها، تعكس واقعا مفاده إيجابية الحصيلة والمكاسب الميدانية للجيش الوطني الشعبي المسجلة على أرض الواقع، كما تبرز في نفس الوقت حجم وخطورة التحديات التي تواجه الجزائر على أكثر من صعيد. بالتالي نحن نتحدث إذن على أرقام ميدانية تقول بأنه ما حقق فقط في 3 أشهر أو الشهرين الأولين من 2017 يقارب 25% إلى 30% ما حقق طيلة سنة 2016 بأكملها. بالتالي نحن في وتيرة تصاعدية في تنفيذ العمليات الأمنية في إطار أولا اجتثاث بقايا المجموعات الإجرامية، في إطار كذلك فرض المقاربة الجزائرية المتعلقة بالتأمين الشامل للحدود وكذلك الحيلولة دون التنامي ظاهرة الجريمة المنظمة. المتمعن في هذه الحصيلة يدرك من الوهلة الأولى أن الجزائر مستهدفة أمنيا اقتصاديا واجتماعيا. إدخال شتى أنواع الأسلحة والذخيرة هدف سعت الجماعات الإرهابية لتحقيقه بابتكار شتى الطرق والحيل، من استعمال للمخابئ وتمويه للمركبات هروبا من المواجهة والاصطدام المباشر بقواتنا المسلحة، لتصطدم نواياهم الإجرامية وتتهاوى تباعا محاولاتهم اليائسة ومخططاتهم للعبث بأمن الجزائر واستقرارها أمام يقظة واحترافية أفرادنا في الميدان. لما نعود إلى عمليات الأمنية التي وصلت إلى حج كميات معتبرة من الأسلحة والتي تعد ترسانة حربية، هذا يدل على أن هذه المجموعات تحاول أن تستفيد من الأزمات الإقليمية المتاخمة للحدود الجزائرية وتوظف حالة الانفلات الأمني وحالة الفراغ الأمني وحالة كذلك شبه غياب المؤسسات الأمنية في الحدود المشتركة أو في المحيط الإقليمي للجزائر.
الكميات الضخمة المحجوزة من المخدرات من طرف وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى المتواجدة في الميدان مؤشر على استهداف الشعب الجزائري بضرب بنيته الاجتماعية الصلبة المتماسكة. فعبور مثل هذه الكميات ووصولها إلى تجار السموم وما له من عواقب وخيمة على فئة الشباب كان ليهدد النسيج الاجتماعي والتركيبة المتناغمة للمجتمع الجزائري، وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا للأمن القومي. الجزائر كانت مستهدفة في أعز ما تملك، وهي قوتها قوة تتمثل في شبابها، لأن الشباب اليوم هو مستقبل، هو قادة على المستقبل، هم المفكرين على المستقبل، هم من ينتجون الثروة في المستقبل، هم من يؤمنون البلاد. المخدرات أولا هي تأتي في إطار ما نسمي بالجريمة المنظمة، وعائدات حتى تجارة المخدرات قد تعود في إطار تمويل الجماعات الإجرامية. من ناحية أخرى كذلك الترويج للمخدرات يؤدي كذلك إلى الانفلات أو إلى حالة من الآفات الاجتماعية باعتبار أنها تدمر الشباب، لأنه سيكولوجية الفرد، إدراك الفرد، شخصية الفرد تتغير تحت تأثير مؤثرات المخدرات وغيرها. إذا تغيرت سيكولوجية الفرد تؤثر في الجوانب الأخرى. إذن بصراحة هي موجهة لضرب المجتمعات، إن ضربت المجتمع ضربت بقية العناصر الأخرى الهامة والمكونة للدولة. عمل مضن وصرامة في الميدان، دوريات محكمة، كمائن ناجحة على طول شريطنا الحدودي، استعملت فيها قوتنا وسائل تتبع ورصد متطورة، قطعت كل المسالك الممكنة للتهريب لتصطدم محاولات المهربين المتكررة هي الأخرى أمام يقظة وصرامة مختلف المفارز في الميدان. القيمة الكبيرة للمحجوزات التي تجاوزت الملايير كانت لتمثل ضربة قاسية للاقتصاد الوطني واستنزافا كبيرا لثروات البلاد. ظاهرة التهريب أولا هي استنزاف للثروات الوطنية. لما تحدث على ظاهرة تهريب الوقود، أولا في حصيلة 2016 تقريبا 2 مليون لتر من الوقود تم حجزه من خلال العمليات الأمنية. 2 مليون لتر هذه أولا إذا ما حسبناها بالقيمة المادية فهي تشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية. لما نتحدث على التهريب المواد الغذائية فهذا كذلك تمس مواد مدعمة من قبل الدولة الجزائرية، فهذا كذلك مساس بحق المواطن الجزائري. الضربات الأمنية الموجعة التي وجهها الجيش الوطني الشعبي بيد من حديد للجماعات الدموية في الفترة الأخيرة بالقضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتفكيك لشبكات الدعم والإسناد عبر مختلف مناطق الوطن مؤشر على التراجع الكبير لهذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على قيم المجتمع الجزائري، ورسالة واضحة لإصرار الدولة الجزائرية على مضيها قدما في استئصالها نهائيا ليغلق الباب أمام كل المحاولات اليائسة التي ترمي إلى ترويع الجزائريين وإعادتهم للحقبة الدموية ودوامة العنف التي عاشوها في سنوات خلت. لاحظنا كذلك من خلال هذه القراءة أننا انتقلنا في عمليات تنفيذ الاستراتيجية الأمنية إلى مستوى آخر من العمليات الأمنية، ألا وهو أن لا نكتفي بعملية إطاحة بهذه المجموعات الإجرامية من خلال القضاء عليهم، وإنما أننا توجهنا مؤخرا إلى تحييد العناصر الإجرامية وإلقاء القبض عليهم، وهذه في حد ذاتها مفارقة جديدة في المعادلة الأمنية تدل على أن مسار تنفيذ هذه الاستراتيجية هو يسير بوتيرة منتظمة ويحقق الأهداف المنشودة مرحلة بمرحلة، وهذا في حد ذاته هو إحباط لهذه المجموعات لأنها أصبحت في قناعة تامة بأن الطوق الأمني الذي تطبقه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي هو طوق أمني محكم لا يدع مجالا لا لتوفر ثغرات أو مساحات يمكن من خلالها التلاعب أو يمكن من خلالها كذلك التوغل. هذا يعني هذا النشاط وهذه النتائج هي ما جاتش هكذا كبرك،
كاين عمل كبير يقوم به رئيس الأركان ومعاونيه وقادة النواحي وقادة الوحدات والوحدات التي تنتشر ضمن تأمين الحدود الوطنية وتأمين داخل الداخلي للمواطنين وللجزائر. النظرة الاستشرافية وبعد النظر لقيادة الجيش الوطني الشعبي للأوضاع الأمنية الدولية والإقليمية وما أفرزته من تداعيات خطيرة على أكثر من صعيد أضفت للسطح الضرورة الملحة لوضع استراتيجية أمنية متكاملة ترتكز على محاور كبرى من خلال تكييف المخططات والبرامج ومتطلبات المرحلة لضمان الأمن والاستقرار وحماية حدودنا الوطنية. إن أي خطوة قطعها الجيش الوطني الشعبي سيجي تحرير وطني على أكثر من صعيد بالتوفيق من الله وتأييده ما كان له أن تقطع بهذا القدر وبهذه الكفاءة وبهذه الجدارة من دون عمل مستمر ومثابر ودون تخطيط مسبق ودون تفكير متروي ودون رؤية عقلانية وبعيد النظر دون إصرار على النجاح ودون متابعة ميدانية متواصلة وحثيثة ودون إخلاص. فعلى هذا النحو يستمر جهدنا وعلى هذه الوتيرة الحثيثة والجدية تثمر أعمالنا وعلى هذا الدرب نواصل سيرنا بحول الله تعالى وقوته تجاه بلوغ قوتنا المسلحة المراتب السامية والمصاف الرفيعة التي تليق فعلا بعظامة الجزائر أرضا وشعبا وتتوافق حتما مع حجم التحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف غير الآمنة وغير مستقرة. القيادة الجزائرية وعلى رأس فخامة رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة قام بدراسات استشرافية كانت يعني جد عميقة ولم تترك جانب من الجوانب إلا وأخذته بعين الاعتبار ولم تترك حتى التحولات يعني كانت تتنبأ بالتحولات الإقليمية بالانفلاتات الأمنية في الجوار وما نعم به اليوم من أمن واستقرار إلا دليل ونتيجة حتمية لما قامت به القيادة الجزائرية من اتخاذ إجراءات فعالة وميدانية. فمع بداية الأحداث سعت قيادة الجيش الوطني الشعبي إلى تعزيز التواجد الأمني بالحدود الجنوبية من خلال نشر وحدات كبرى وأخرى فرعية لمختلف القوات بما يتماشى ودرجة التحديات والتهديدات الأمنية بالمنطقة مع الحرص الدائم على تحقيق أعلى درجات الجاهزية العملياتية القصوى تجسدها الزيارات الميدانية والتواجد المستمر لقيادة الجيش الوطني الشعبي في الميدان والتي كان لها الأثر الكبير في نفوس العسكريين بالتواصل المباشر معهم والوقوف الميداني على ظروف عملهم. هذه الزيارات تعطي دافع معنوي لكل وحدة الجيش الوطني الشعبي من الفئات الدنيوية إلى أعلى مسؤول في تلك المنطقة، يعني حافز معنوي كبير. كل مرة نشاهد في التلفزيون إلقاء كلمات على إطارات الناحية أنه خلال هذه الكلمات التي يلقيها يحاول، أقولها بالفرنسية، دو ترانسماتر son savoir. Il transmet aussi son expérience dans le domaine opérationnel. تكييف مخططات التحضير القتالي مع الظروف والمعطيات الأمنية الراهنة بتصدير برامج متكاملة ترتكز أساسا على تأهيل العنصر البشري مع تنفيذ تمارين بيانية مختلفة ومناورات لسيناريوهات ومواضيع تحاكي الواقع بشكل كبير بما يضمن استمرارية جاهزية وحداتنا والحفاظ على القدرة القتالية لأفرادنا في كل الظروف.
ما تقوم به النواحي العسكرية وما تقوم به الوحدات القتالية من تحضير قتالي مستمر على مدار السنة في إطار مخطط التحضير القتالي والاستعداد القتالي لهذه الوحدات، تعطي الثقة في الشخص، تعطي الثقة في الوحدة، تعطي الثقة في الناحية على مستوى الوحدات الكبرى أن ينتشر وينشط في الميدان وهو كل عزم وإرادة، لأنه مسلح بتكوين عالي الجودة وله إمكانيات عسكرية وقدرات كبيرة من أجل أن يكون نشطا في الميدان على مدار الساعة. درجة كبيرة من الوعي، إدراك وإلمام بحجم التحديات، روح مسؤولية عالية، يقظة واستعداد دائم، صفات تحلى بها أفرادنا تعكس الدرجة الكبيرة لاحترافيتهم وإيمانهم بنبل مهامهم، ليكونوا السد المنيع الذي انهارت أمامه كل محاولات الدمويين لترويع الجزائريين والعبث بأمنهم. تنقلنا إلى الصحراء وتلائمنا مع الظروف، هذا السبب يرجع للتدريب الجيد في المؤسسة العسكرية، ومازال نكافح المهربين وبقايا الإرهاب. الجزائر هي أمنا، وكما كبرتنا وقفتنا على رجلينا جاء الوقت وين نردوا لها خير. احنا ورثنا حب الوطن عن الأجداد، لأنه نحن أحفاد الأمير عبد القادر وأحفاد العربي بن مهيدي، ورانا هنا في الحماية تاع الحدود هذه تاعنا، والحمد لله الواحد يخدم في الوطن تاعه. لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي وخاصة أولئك المرابطين على الحدود الذين لا ينامون ليل نهار خدمة للوطن وحماية للشعب الجزائري والدولة الجزائرية، وكم هي مهمة نبيلة، وكم هي مهمة نبيلة جدا. فهذه الفرصة لا تتاح لأي شخص كان، فأنتم محظوظين بحمايتكم لنا. لكم ألف تحية ولكم ألف شكر، سيروا إلى الأمام ونحن خلفكم وكل الشعب الجزائري وراءكم، لأنكم مجد ولأنكم كذلك مستقبلنا ولأنكم كذلك الحصن الواقي لأمن واستقرار الجزائر. إنجازات وأهداف محققة تعبر عن نجاح ميداني للجيش الوطني الشعبي كان للمواطن فيه الدور الكبير من خلال التفافه بجيشه ودعمه اللامتناهي لأفراده، ما يعكس درجة الوعي الكبير لدى الجزائريين المتشبعين بروح وقيم أول نوفمبر. فحب الجزائر قاسم مشترك. هذه المؤسسة تستمد قوتها من وحدة وتماسك الشعب الجزائري، وكذلك أن التفاف المواطن الجزائري حول مؤسسته الأمنية يمنحها الزاد ويمنحها القوة ويمنحها الشحنة الإضافية التي من خلالها تسير بخطى ثابتة. هو علينا أن نعمل دائما بأن نكون متماسكين متحدين، وأن نرص صفوفنا وأن نعزز تماسكنا ووحدتنا، لأن وحدتنا تزعج وقوتنا في تماسكنا الاجتماعي والتفافنا بمؤسساتنا تقتل كل من يريد ومن يعبث بأمن واستقرار الجزائر، لأنها الحلقة القوية في المعادلة التي لم تنكسر ولن تنكسر، لأن هنالك إرادة وهنالك بعد نظر في السير بالجزائر آمنة ومستقرة. قيم توحد وتجمع كل الجزائريين لتجعل منهم سدا منيعا في وجه كل ما يهدد أمن وسلامة الوطن، لتظل الجزائر آمنة قوية بكل أبنائها وعلى كل شبر من أرضها الطاهرة.